هو اول مره غتجي لمدينه العين غنستقبل هذا الجمهور هذا غافل فرحنا. ثاني حاجه جينا على قبل الوطن ديالنا كنخلدوا ديك راه مسيره اخرى وحنا مغاربه كنموتوا على هذا الشيء. فهذا الشيء علاش خصنا حنا الفن باش نوقفوا على هذه المسائل ونكونوا في هذه الاعياد ديالنا الوطنيه. وحنا تنامنوا بان جمهور اللي في العيون المغاربة اليوم في العيون. انا فرحان بزاف مع خوتي في العيون. شاد عليا الطوموبيله وغنبقى في العيون ان شاء الله.